فين مسخين؟ شقة عمري فين؟ العربية فين؟ العربية فين؟ أنتو تعال قدامي. ايوه نزل يدك. أنتو معايا. ايوه قدامي. نزل يدك قدامي. ايه وقفتي ليه؟ لازم انا اغير الاستبن العجله ريحت. هو ده وقته؟ مش هتاخد مني 3 دقايق يا رانيا. انا في ايه ولا في ايه بس؟ اتكي على الصبر. بسرعه والنبي يا سكينة. ايه ده كمان؟ يا لهوي بنتي يا رانيا المسخيت يا بنت والفلوس دي كلها يا بنت كريم يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله ايه ده؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نغير الاستبن. اول حاجه ونشوف هنعمل ايه. سكينه احنا ربنا بيحبنا وجاب لنا دليل براءتنا لحد عندنا. الحمد لله يا مصيبتي. ايه ناقصه؟ في ايه؟ مفيش تم. هو ماضو كده طول عمره مهمل. لا ما احنا مش هنقعد نذاكر عيوبسي ماضو دلوقتي ونخلي المقاطع اللي بيجري ورانا يبقوا فوق راسنا. بصي يا سكينه احنا ما ينفعش حد ياخد المساخيت دي مننا دلوقتي لان دي دليل براءتنا الوحيد من تهمه الاثار. طيب خلاص تعالي نشيلهم على ظهرنا ونجري بيهم. يلا ظهرنا ايه يا سكينه؟ الحاجات تقيله جدا. امال هنعمل ايه؟ بقولك ايه؟ انا جاتلي فكرة. اعزافي. بصي المكان ده مليان شجر، احنا نحفر حفرة كبيرة ونشيل الحاجات دي فيها ونمشي بقى خفافي كده لوحدنا عشان لو العصابة مسكتنا ما تلاقيش معانا حاجة، ولما نيجي بقى نسلم نفسنا نقول للبوليس احنا دفنين المساخيت دي فين ونطلع براءة من تهمة الآثار. طب وافرض تهنا ولا اتلخبطنا احنا دفنينهم فين؟ لا ما احنا اكيد هنعلم المكان يعني يا سكينة. ايه الغباء ده؟ صح بقك مغلطش يا بت. يلا يلا.